التربية الحديثة ما بوصلش. التربية الحديثة النقاط بتاعتها الآتي: نمرة واحد، إن أنا أنصت لأبنائي وإن أنا أخليهم يعبروا عن رأيهم. أظن في كده ده طبيعي، ده ما فيهوش حاجة. إن أنا أكبتهم وأخليهم يتصرفوا من ورايا ده اللي غلط. فلما نقول التربية الحديثة، التربية الحديثة إن هم إن إحنا نناقشهم، إن إحنا نخليهم يعرضوا وجهة نظرهم، إن نعلمهم إزاي يفكروا لنفسهم، دي حاجات كلها محمودة. طيب إيه التربية الحديثة؟ إن أنا أديهم استقلاليتهم فأستأذنهم في حاجة بتاعتهم. طب ما الاستقلالية دي بتدي ثقة في النفس، والاستقلالية دي بتعلم الاعتماد على الذات. طب أنا لما الإحساس بالمسؤولية، طب أنا لما أعلم الولاد الحاجات دي، مش كده أبقى أنا جهزت كائن يقدر يواجه مصاعب الحياة؟ فالتربية الحديثة بريئة من الشماعات اللي احنا بنعلقها عليها. طب امتى بقى تتقلب موضوع التربية الحديثة غلط؟ امتى تتقلب موضوع ان ما يبقاش في حدود، ان احنا نبقى الولاد صغيرين؟ ما هو احنا برضو لما بنيجي نقول البر بالوالدين، طب ما انا بسمح في الاول بان انا اكسر الاحترام اللي ما بيني وبينه. فلما يجي ابني ولا بنتي يشتم وهو صغنن واضحك، الله هو يقول ايه؟ طيب لما نعمل كده بقى فظيعة. طب يعني هو من سنه وهو صغير ما بيعرفش يعرف ايه الصح والغلط، طب ما هو بيعرف منا احنا. طب لما يلاقي ان هو لما يقول اللفظ ده هم بيضحكوا ويسقفوا ويضحكوا، يبقى دي حاجة حلوه ولا حاجه وحشه؟ حلوه قوي. طيب لما الاقي ان الام او الاب على طول بيمد ايده على الولاد، ما هو اصل مد الايد ده يعني ايه؟ يعني انا بسمح له ان انا لما اكون متضايق او متعصب فممكن امد ايدي. طب ما هو في سن معين تحت ضغوط المذاكره او حد من اصحابه مضايقه او حد تنمر عليه او الكلام ده كله، هيعمل ايه؟ طيب بصي يا ينجي، ده رد فعل طبيعي جدا. لما حد يجي يمد ايده عليك، انت مش اول حاجه هتروحي ماسكه ايده؟ او مش اول حاجه هتروحي زقاه؟ طب لما نيجي في سن المراهقه او سن بلاش المراهقه، السن بتاع 13 14 15 سنه، لما اجي ابتدي امد من غير ما انسى وامد ايدي على ابني، هيبقى رد فعله ايه؟ هو هيحاول يبعد الاذى عنه، فهيخبط هيضرب. فحته مد الايد طبعا